ادرس، توظف، اعمل، احفظ، نربي. لا يا أخي الحبيب، أنا أقول ادرس وتخرج وخذ الأول، لكن يا بني الصلاة، يا بني إخوانك أوكل إليه أعمال. بعضنا الآن شوف الشاب في لحيته وهو اللي يشتري اللبن والخبز، صحيح؟ حتى البقالة، الأسواق، لا نريده أن يشتري، لا ارتحي بابا. وبعضهم عمره 18 ولا زالت ماما تغطيه. عيب يا أخي، خل الرجال يعتمد على نفسه، الله يجزاك خير، وليكن تستفيد أنت من أفضل لذة في الحياة أن يقوم ابنك بخدمتك في أمر لا يقوم به إلا أنت. ما أجملها من حياة، ولو كان عمره 14 ولو كان عمره 16. نعم، دربه على على الحياة حتى يخدمك، حتى لو مت يقود الأسرة. بعض الناس مات وعنده 4 أبناء، 4 بنات وأربع بنات. كيف 4 بنات وأربع بنات؟ هما كلهم بنات. تربيته كانت رقيقة لينة غض الإيهاب،